تفقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر عددا من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة. أكد محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقا للعدالة. كما تم تنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطن.